السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج وولفرام ماثماتيكا العديد من الأوامر التي نستخدمها في عملية الأوبتمايزيشن غير المقيد، بمعنى أننا نستطيع حساب الماكسيمم والمينيمم لفانكشنز ونحل معادلات خطية وغير خطية باستخدام أوامر عديدة كلها موجودة في باكج واحد اسمه Optimization and Constrained Problems. نفعل هذا الباكج بهذا الشكل، نضغط على Enter، ثم بعد ذلك نستخدمه في أشياء عديدة. نبدأ بمثال. أولا هذه Function x sin x plus 1، و x تأخذ قيم في الفترة من سالب 10 إلى 10. هذه رسمة هذه الفانكشن. الآن نريد حساب المينيمم لهذه الفانكشن بالقرب من x تساوي 0 على سبيل المثال. فهنا المينيمم يساوي سالب تقريبا سالب ربع عند النقطة x تساوي سالب نص، وهي هنا المنطقة. ونستطيع رسم المينيمم بشكل أوضح باستخدام الأمر find minimum plot، مثلا لفانكشن كوساين x squared minus 3x plus sin x squared plus y squared بالقرب من x تساوي 1 وبالقرب من y تساوي 1، فنحصل على هذه الرسمة. هنا طبعا يحدث المينيمم عند النقطة x تساوي 1.38 تقريبا، و y تساوي 1.68 تقريبا. وهذا الرسمة رسمة كانتور بالنسبة لهذه الفانكشن، ونشاهد أن المينيمم هو عند هذه النقطة، عندها x تساوي تقريبا 1.4 و y تقريبا 1.7. وهنا الستبس والفانكشن والجريدينت، هذه عدد الخطوات التي يستخدمها البرنامج لحساب المينيمم أو الماكسيمم إلى آخره. وطبعا هو يستخدم طريقة نيوتن أو طريقة كويزي نيوتن أو طرق عديدة أخرى. على سبيل المثال نكرر نفس الأمر السابق، فنقول find minimum بلوت لنفس الفانكشن السابقة، وحول x بتساوي 1 y بتساوي 1، والطريقة هي نيوتن. نحصل على نفس الكلام السابق ورسمة مشابهة، ونفس المينيمم هو سالب 2. على سبيل المثال ممكن نستخدم طريقة كويزي نيوتن، فنفعل ذلك بهذا الشكل. ولاحظوا أن الرسم هنا يصح فقط عندما تكون المتغيرات الموجودة في الفانكشن 2 أو أقل. فنحصل على نفس النتيجة السابقة. والآن نأخذ مثال على استخدام الأوبتمايزيشن هذا بالنسبة للتوزيعات الاحتمالية. افرض أنه لدينا توزيع الإكسبوننشال ولندا فيه مجهولة، فنعرف التوزيع أول بهذا الشكل، ونعرف log likelihood function بهذا الشكل. L اللي هي log likelihood function بالنسبة للتوزيع، وحجم العينة يساوي 100، فنحسبه بهذا الشكل. الآن نأخذ عينة من توزيع مثلا في لندا بتساوي 3، فنعرف قيمة ابتدائية للاندا اللي هو 3، ثم بعد ذلك نولد عينة عشوائية حجمها 100 من هذا التوزيع. فطبعا الداتا شكلها هكذا. هذه من توزيع الاكسبوننشال اللي فيه البارامتر لاندا يساوي 3. ثم بعد ذلك نعرف بعض المتغيرات لازمة للحسابات، مثلا x i، والi طبعا هنا متغير هو ال ith member of the data، يعني مثلا x 1 يساوي أول عنصر في الداتا اللي احنا سحبناها أو ولدناها في هذه الخطوة، x 2 هي العنصر الثاني، وهكذا. مثلا x 100 آخر عنصر من عناصر العينة ويساوي 0.42.
ثم بعد ذلك نعرف function نسميها مثلا جي بهذا الشكل. جي تعتمد على لامدا، ويجب أن تكون لامدا number عشان ما تكونش رمز معين يعني ليس له قيمة. فنقول له لامدا بشرط يفحص إنه اللامدا هي عدد، يعني عدد مش رمز. ونأخذ المشتقة الأولى للايكليود فانكشن بالنسبة للامدا. بعد ذلك نقول له find minimum plot minus l، لأنه المقصود أن نحسب الماكسيمم للفانكشن l بالقرب من لامدا تساوي 1. والجريدينت هنا حسب ما هو مطلوب لهذا الكوماند هو g of lambda. طبعا نحن نحتاج بالنسبة لللوج لايكليود فانكشن نعملها ماكسمايزيشن، فاحنا بنعمل مينيمايزيشن ل ماينس ال فبنحصل على المطلوب. فهذه طبعا هنا الفانكشن، فالمينيمم يساوي ماينس 10 عند هذه النقطة عند 3. وعدد الخطوات الذي استخدمها البرنامج هي 9، فهذا لا يعنينا كثيرا الآن، ولكن نستطيع التحكم فيه أكثر للحصول على نتائج دقيقة. المهم هنا حسب لنا متى بتكون minus likelihood تكون minimum عند هذه القيمة. فبالتالي بدون minus هنا يعني الماكسيمم للفانكشن L هو 10.2143، وقيمة اللامدا التي تحقق هذا الماكسيمم هي 3.01061، يعني قريبة جدا من اللامدا الحقيقية للعينة التي اشتغلنا فيها. فنستطيع أن نقول أن الماكسيمم للوج لايكليهود فانكشن هو 10.2143 عند لامدا equals 3.01061. فبالتالي القيمة التقديرية لللامدا هو هذا العدد، وهي قريبة جدا من العدد الحقيقي. وبالله التوفيق.